تهدف الدولة من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الصحابية إلى دمج خدمات المركز الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس، وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية. في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم، نشهد اليوم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية P1، والذي يتم إدماجه بخدماته الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس، وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة. احنا هنا نفذنا المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الإمكانيات الضخمة لمركز الحوسبة السحابية، وده كان هدفه توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونلبي احتياجاتنا المصرية من النوع ده من التطبيقات. وده تم من خلال تعاون مشترك ما بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية. فريق العمل عبارة عن مجموعة من الكوادر البشرية تم تأهيلهم خلال 6 سنوات في مختلف أنواع التكنولوجيا وعلى العمليات المختلفة للتطوير، سواء كان إدارة أو تصميم أو اختبار أو تنفيذ. في دائرة صناعة وتخزين القرار كل التحاليل المعلوم البيانات الضخمة اللي موجودة هنا في الحوسبة السحابية اللي بتاخد بتعتبر من أضخم المشروعات مش في الشرق الأوسط بس على مستوى العالم، وهي الترند حاليا دلوقتي. أهم ما يميز هذا المركز عن باقي المراكز التقليدية هم حاجتين مهمين جدا، إن هو بيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الحاجة التانية والأهم إن هو بيعمل بالبيج داتا أو الأناليسيس بيج داتا، بيعمل تحليل البيانات الضخمة. يهدف المشروع إلى الخروج بنموذج أكثر نجاحا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجي باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء، وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذ القرار أينما كانوا. المبنى هنا تم تصميمه أنه 3 أدوار علويين و2 رويين تحت الأرض. الدور مثلا موجود زي الدور الأول، ده موجود فيه مركز التحكم والتشغيل للشبكة وبيتم فيه التحكم في جميع معدات المركز، ومركز العمليات الأمن السبراني وبيتم من خلاله تأمين المركز من أي هجوم سبراني موجود. بعد ما بنينا البنية التحتية دي وعندنا إمكانيات الفائقة للمعالجات والقدرات الفائقة للتحليل البيانات، فأصبح دلوقتي البيئة التكنولوجية مناسبة لاستعادة البيانات دي جوه الدولة المصرية. من أجل دولة رقمية ودعم كامل لصانع ومتخذ القرار وصولا لرفاهية المواطنين وإرضائهم، كان هذا الصرح وذلك البنيان المشيد الذي اجتمعت فيه علوم الرقمنة العصرية بجهود مصرية خالصة.